المشاركة تاعنا هي الإنسان دائما لازم يخمم الشركة تاعه تكون حاضرة، يعني مش الناس تعرف باللي قال الشركة دي راهم توجور حاضرين مش هم غايبين، لازم توجور يكون حاضر، لازم توجور يبين المنتوج تاعه في السوق تاعه، لازم دائما يحوس كيفاش يكون جديد ثانيك باسكو الناس ثانيك تطلع دوموندي لو نوفو حاجة جديدة. قال الشركة دي راهي تمشي مع الوقت، الوقت يتبدل دونك اوبليجي حتى حنا نتبدلوا مع شركة جديد تاعنا هي المنتوجات هذو اللي رانا نديرو فهم. احنا متخصصين في الخميرة الخبز، يعني مش الخميرة الكيميائية، خميرة كيميائية تستعمل للجاتو، لجاتو خميرة الخبز تستعمل إلى الأخباز، يعني لبروفيسيونيل نتعاملوا مع دي بولونجي. كما لبالك الخبز مدعم في بلادنا، يعني البري دو لا باغيت اللي سيفونسيوني دونك دركا الجديد تاعنا هو رانا نحاولوا باش ندخلوا لهذوما لي بريميكس، هذوما لي بان سبيسيو يسموهم، لي بان سبيسيو هذوما يكونوا دي بان صوجا بان شاباتا، سي دي بريميكس والخباز. وين كاين طبقه كاين الناس تحب نوعيه تاع الخبز، حنا ان شاء الله نسيو باش نكونوا على حسن فوالا.